يعمل هذا الطبيب عربي أبو النجا رئيسا لقسم العناية المركزة في مستشفى من الجسر. مهام جسام تناط بعهدته مع زملائه تجعلهم لا يحصلون إلا على سويعات قليلة للنوم والراحة مع إمكانية استدعائه في أي لحظة. أولا بنتمنى شفاء المريض، ونتمنى المريض ما يجيش مثلا يعاني بأي حاجة، بس لما تحس أن أنت قدمت حاجة للمريض أي مجهود وأي تعب ده بيضيع فعلا يعني بيضيع في التعب ده، بتحس بإحساس تاني أن أنت أفدت المريض. يحصل الأطباء والطبيبات العاملون في الحج على دورات مكثفة تركز على منحهم مزيدا من الجهد وتجعلهم أكثر تركيزا في التعامل مع الحالات الصحية. دورات تعقد في كل موسم حج في الأيام الأولى للموسم، اليوم الأول اليوم الثاني أحيانا اليوم الثالث في جميع المشاعر مكة المكرمة. عزة الخالدي طبيبة سعودية ترى أن العمل في موسم الحج هو خدمة مشرفة جاءت بفضل دعوات الأهل وأمنياتهم. أنا بحس دائما بالشرف أنه ربنا الحمد لله أنعم علي بشرف خدمة الحجيج في موسم الحج، وبالنسبة لوضع الأهل فهم كمان يعني صح بتقدير وجود العائلة كاملة وكذا، بس أنه هم لي يعني يدعوا لي دائما وحسوا أنه هم ليهم الفضل في هذا كمان. ويوجد في مشعر منى فقط 4 مستشفيات تضم أطقم طبية عاملة في كل التخصصات الطبية وبساعات عمل أطول من المعتاد. نواف القثامي، العربية، مشعر منى.